يقول: قول بعض الناس أنا وهابي، هل هذا صحيح؟ يعني كلمة وهابي عندما تطلق، يعني المشكلة ذكرناها احنا في جلسة سابقة أن كلمة وهابي يعني هناك فرقة من فرق الخوارج، فرقة ضالة يقال لهم الوهبية، والنسبة الواحد منهم يقال له وهابي، وهي فرقة قديمة يعني في القرن الثالث الهجري، وانتشرت في القرن الرابع الهجري والخامس، وبعض أهل العلم بلغ به كفر هذه الفرقة. أما الآن عندما يعني ينسب البعض إلى الوهاب يقصدون به محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفي قريبا يعني سنة 1205، يعني قريبا جدا توفي رحمه الله تبارك وتعالى. ومحمد بن عبد الوهاب على الذي قلناه قبل قليل، هو دعا إلى منهج السلف، كتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة. فمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لا يرضى أن ينتسب أحد له ويقال له وهابي أبدا، وإنما يرضى أن تقول أنا سلفي، أو أنا على الكتاب والسنة، أو أنا على منهج سلف هذه الأمة. نعم.